عبارة السيد السيستاني التي أطلقها قبل نحو 10 سنوات، 7 سنوات، 8 سنوات، المجرب لا يجرب. يعني أطلقها حسب ما أذكر قبل إعادة انتخاب السيد المالكي لدورة ثانية، ومع هذا أعيد انتخاب السيد المالكي دورة ثانية رغم رفع شعار المجرب لا يجرب. وبعد ذلك ذهب المالكي وجاء العبادي حزب دعوة، أيضا المجرب لا يجرب، ومع هذا جاء حزب الدعوة. ذهب العبادي جاء عادل عبد المهدي، وأيضا هو مجرب كونه أخذ مناصب عدة في الدولة العراقية على مر الحكومات، ومع هذا لم يتم الالتزام بعبارة المجرب لا يجرب. ما هو الضامن للالتزام بهذه العبارة اليوم؟ مساء الخير، تحياتي لحضراتكم المشاهدين الأعزاء والضيف الكريم. بالتأكيد عندما تطلق المرجعية وتحديدا المرجع السيستاني مثل هذه الأمور في ظروف معينة هي تراعي هذه الظروف، يعني الظرف هو الذي يحدد من المقصود بهذه العبارات التي تطلق. لم تطلق المرجعية وتحديدا يعني المرجع السيستاني مسألة المجرب لا يجرب، تحدثت عن الفساد بشكل واسع، تحدثت عن عدم مكافحته من قبل القضاء والرقابة المالية وهيئة النزاهة والحكومة أيضا. أما بالنسبة حتى أجيب على سؤال حضرتك بشكل واضح جدا، كان هنالك طرف مهيمن، وحتى لا أقول المرجعية وأحدد أن مصداق المفهوم الذي أطلقته بمعنى المجرب لا يجرب ولا أقولها، لا يعني أتحدث بصراحة باسم هذه الجهة، ولكن كانت هنالك جهة معينة سيطرت على مقاليد السلطة، مثلت طائفة كبيرة هي أغلبية في المجتمع العراقي، طبعا مع احترامنا للطوائف الأخرى، وليس هنالك أغلبية كبيرة بل أغلبيات يعني متقاربة، يعني الطوائف العراقية متقاربة في تمثيلها في أغلبيتها للشعب العراقي، وهذا ما يجب أن لا يكون حاكما على معادلة السلطة، أن هنالك أغلبية تحكم وأقلية تكون معارضة أو تكون الأغلبية مسيطرة على هذه الأقلية. هذا خطأ كبير جدا نقترفه جميعا إذا سرنا بمعادلة السلطة بهذا الشكل. نعم. فعندما أطلقت المرجعية عن طريق خطبة كربلاء مسألة المجرب لا يجرب، كانت تقصد من يسيطر على السلطة، على مقاليد السلطة، يسيطر على الموازنة المالية العامة للدولة العراقية، يسيطر على الملف الأمني، يسيطر على الملف الخارجي، ولم يقدم شيئا يذكر في هذه الملفات، بل فشل فيها فشلا ذريعا، أوصلنا إلى سقوط المحافظات الشمالية والغربية بيد تنظيم داعش الإرهابي، وفاقم الفساد ووتر العلاقات الخارجية. هذا الطرف هو الذي كان موجودا. طيب، هذا الطرف محمد نفسه، وأستميحكم عذرا بثلاثين ثانية إضافية، هذا الطرف نفسه هو الآن يقف حجر عثرة بوجه أي تغيير وإصلاح